أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كل القلوب إلى الحبيب تميل، كل القلوب إلى الحبيب تميل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا، أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العارفين تسيل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا رسول الله، هذا رسول هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. يا سيد الكونين، يا سيد الكونين، يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل،
هذا النبي الهاشمي محمد، هذا لكل العالمين رسول. هذا المتيم في حماك نزيل، هذا النبي، هذا النبي الهاشمي محمد، هذا النبي الهاشمي محمد، هذا لكل العالمين رسول. هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل. يا رب إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي وللمديح جزيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح بدر، ما لاح بدر في السماء دليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حن مشتاق وصار جميل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول. اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا وبالله التوفيق، كما يقول سيدنا علي، روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة، كل يوم دروس دروس. فالأخ حبيب اقترح أن يكون يعني هذا اللقاء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يحبون رسول الله ويتأسون به ويقتدون به في أقوالهم وفي أفعالهم وفي سلوكهم. نسأل الله التوفيق والسداد والرشاد للجميع. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، واغفر بفضلك لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اكتب الصحة والسلامة لعبادك الموحدين، اللهم اشف كل مريض وعاف كل مبتلى.
ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.